اعلنت وزاره الصحه تقديم ثلاثه وتسعين مليونا وثمانمائه واثنين وعشرين الفا وتسعمائه وسته وخمسين خدمه طبيه من خلال حمله مائه يوم صحه واوضحت الوزاره ان الحمله قدمت امس مليونا وثمانمائه وواحد وثمانين الفا ومائتين وتسع خدمات مضيفه انه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفه فان حمله مائه يوم الصحه قدمت سبعمائه وثلاثه وسبعين الفا ومائه خدمه من خلال قطاع الرعايه الاساسيه وتنظيم الاسره